حنعمل سوا اليوم وصفة البافاريا. بالبداية بنحتاج بسكوت سادة من غمسه، نسكافيه وحليب، وبنرصه في الصينية اللي حنحط فيها البافاريا. بنحضر لأول طبقة، بنحتاج مية بحرارة الغرفة، ننزل عليها بالطحين والحليب البودرة والسكر وخمسين جرام زبدة وكيس دريم ويب، وبنضيف عليها بيضة وبنخفقها على البارد قبل ما نرفعها على الغاز. بنحطها على الغاز، بنضل نحرك فيها على نار واطية لما يجمد معنا الخليط. بس يجمد بنضيف فانيلا سائلة أو فانيلا بودرة، وبنعملها تاني بالهاند بلندر أو بالخلاط. هلأ بنضيف أول طبقة فوق البسكوت وبنفردها كويس. وبنرص طبقة تانية من البسكوت اللي سقيناه بالحليب والنسكافيه. بنحضر للطبقة التانية نفس مكونات الطبقة الأولى، مية وطحين وحليب بودرة وسكر وزبدة وظرف دريم ويب وبنحط شوكولاتة، هذا اختياري، ومعلقتين كاكاو. بنزل عليهم بالنسكافيه وبنضيف بيضة وبنخفقهم على البارد بالهاند بلندر، بعدين بنرفعها على الغاز. بس جمدت معنا بنحط عليها فانيلا سائلة وبنخفقها تاني بالهاند بلندر وبنضيفها فوق البسكوت. وبنحطها بالتلاجة على الأقل 4 ساعات، وبس بردت معنا بنزينها حسب الرغبة. أنا هنا زينتها بكريسبي، وما شاء الله قوامها كان مثل البوظة، بجنن ولا أروع.